تعالوا مع بعض نعمل شوربة الشعرية بالجزر. طاسة على النار شديدة الحرارة. معانا للأمانة وللمصداقية اللي متعودين عليها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، الجزر مسلوق مسبقا. أما الشعرية هنحمرها مع بعض. والمقادير على الشاشة، شعرية. حلو، كوسة، بصلاية، تومة، معلية زبدة. مقادير بسيطة وسهلة، ولكن الفكر الطهوي إن الشعرية تجمع ما بين الجزر، يعني كده الشوربة ليها قيمة غذائية عالية جدا. والنظافة يا أمي أهم حاجة، النظافة أهم من إنك تطبخي. مشكلة كبيرة لما تكوني بتعملي شوية رز ولا بتعملي أكلة والمطبخ طالع يقلب. أه، دخل جوزك المطبخ يجيب كوباية مية من التلاجة، يجيب حاجة حلوة، يجيب آيس كريم، يشوف المطبخ يقول مدامتي زي الفل، تسلم إيديها، عملت لي أكل حلو النهاردة والمطبخ رايق وفايق. الطاسة شديدة الحرارة اهي، فيها معلقة زيت صغيرة عشان ما يطلعش على وش الشعرية. اهو بس خلاص. ومعانا من السمنة مش من الزبدة، من السمنة اهي. دول حلوين قوي. يلا بينا ونحمر الشعرية مع بعض. اللهم صل على النبي. لو عندك طبعا شوربة لحمة اهلا وسهلا، شوربة فراخ اهلا وسهلا، ينفع. بيقول لي شوربة سمك برضو، اه ينفع، تبقى لطيفة وجميلة. ادي الشعرية نقلبها، وسيبوني بقى اقلب في الشعرية دي وانا ونصيبي تتحمر دلوقتي. ودايما الشيف المغازي يقول لك معلقة ملح على الشعرية لتساوي الاحمرار واللون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال التقليب مستمر. تحمري شعريه، تحمري مكرونه، مفيش مشكله انك تركزي معاها شويه. انا بزعل اول لما اكون معزوم والاقي رز بالشعريه حبه فاتحه وحبه غامقه. ده مش بسميه عدم اهتمام او ان هو تقصير، لا، يعني العلم بالشيء ولا الجهل منه. يعني ايه يا عم الشيف؟ ان انا احمر الشعريه واقف عليها كده تكون كلها لون واحد، سواء لون برونزي، لون فاتح، براون، ايا كان اللون. اهم حاجه ما الاقيش واحده محروقه وواحده مش محروقه، يا يتحرقوا كلهم مع بعض يا يتحمروا كلهم مع بعض. السمنه والزيت ومعلقه الملح اللي انا حاططها، اهم حاجه انك تكوني متذكره وفاكره انك حاطه ملح على الشعريه وانتي بتحمريها، ده مهم جدا. نيجي بقى للتركايه المهمه. بص على الحلاوه والشقاوه، الخبره الطهويه هنا لما بتتكلم سمع حس. ده مكعب زبدة، التاني، التالت، الرابع. حلو قوي. ايه الجديد يا مغازي؟ هو ده الكلام. عليهم معلية توم صغيرة، بعمل شوربة مش بعمل حلو. الزبدة مع التومة، الزبدة مع التومة. ركزي بقى في التركية دي، حلو قوي. معاها بصلاية ناعمة صغيرة كده اهو، في نص الشعرية وانا شغال اهو، وأقلبهم كده. الشعرية مركون على جنب على أطراف المدينة أهو أهو أهو. شفت الحلاوة؟ شفت الشقاوة؟ أهو أهو. وأقلب، الزبدة ساحت، التومة أحمرت، بصلاية أحمرت، أهو أهو. شفت؟ أهو. يبقى عندك كده ثقة في مطبخك، واقفة. مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ. الكلام الحلو بيجي من أكلة حلوة. أهو. شفت الحلاوة؟ هو ده بقى خلاص اهو، الانسجام، الانسجام. مش مطلوب منك تعملي زي الشيف كده، هتلاقي البوتاجاز راح في اوضه النوم. خلي بالك. احنا بنعمل شو على الشاشه عشان نشوقكم، عشان ما تسيبوش الشاشه والقناه. شفت الحلاوه؟ ننزل بالجزر يا اول نظر، فيتامين سي. ده جزر مسلوق ومتقطع مكعبات صغيره. شفت الشوربه طلعت ازاي في دقائق معدوده. ده جزر مسلوق، اوعي تغلطي وتحطيه ني، ازعل منك. الشعريه هتعجن وتستوي وتتاكل ولسه الجزر ما استواش. ويا سلام لو عندك ميه الجزر تشارك في الشوربه. شفت الجو ده كده؟ هو ده. ونقلب كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بهاراتنا شويه فلفل اسود، انا حاطط ملح مسبقا.
ماء مغلي. هو ده يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده. اهو اهو خلصت الشوربه يا مغازي. زلزال زلزال، هو ده بس خلاص. الف هنا وشفا، تستاهل. نعم حاضر، عيني عايز اشوف الهوبر المخرج. واللي فين الكوسه؟ يلا انزل بهم كلهم. حلو قوي تمام. الشوربه اخبارك اهي خلاص هغرفها، وقتنا خلص. يلا بينا يلا. اه الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يلا نجيب طبق الغرف، يلا بينا عشان وقتنا خلص وعدى بسرعه. اللهم صل على النبي. ادي الشوربه بتاعتي هغرفها انا اهي. شوف الحلاوه مكانها اهوت. يلا بينا شوربه الشعريه بالجزر بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. ايه الحلاوه دي. اه مطبخنا بسيط، تفاصيله بسيطه ولكن كل يوم بشكل جديد وبطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.